عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، ناكل قر ونشبع زن وقلع عنينا، يا عيني علينا، يا عيني علينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ فلان. أنا شفت الفيلم بتاعك يا أستاذ. أنهي فيلم فيهم يا أستاذ؟ فيلم مغامرات إسماعيل ياسين. دي غلطة عمرك. الله ليه كده بس يا أستاذ؟ كونهم إن هم يستغلوا اسم إسماعيل ياسين على الفيلم يبقى إفلاس فني وفكري. يا سلام. طب ما حضرتك بتكتب مقالات في مجلة اسمها العروسة، في مجلة فنية يبقى اسمها العروسة؟ صاحب المجلة حر. اه، وصاحب الفيلم حر. لا يا أستاذ، كون المنتج أو المخرج يستغل اسم إسماعيل ياسين جر رجل للجمهور. أنا كتبت مقالة ما تزعلش مني بهاجمك فيها يا أستاذ. أنت والمنتج والمخرج والمؤلف اللي اسمه عيسى كرامة، ده مش فن يا ناس، ده مش فن يا عالم. سيبك من كلام الراجل ده خالص يا اسماعيل. السينما العالمية يا أستاذ فيها النوع ده من الأفلام اللي بتتسمى بأسماء نجومها. انت ناسي لوريل وهاردي، أبوتو كاستيلو، نورمان ويزدم. بالصعود بس ده مبهدلني في المجلة آخر بهدال. سيبك من حكاية البهدلة دي، اسمعني يا اسماعيل، بص قدامك، اوعى تبص وراك، وخلينا في الوهم. انا كتبت لك فيلمين جداد هيعجبوك قوي ان شاء الله. اسمهم ايه؟ الاولاني اسمه عفريتة اسماعيل ياسين. تاني اسماعيل ياسين ابو السعود. ايوه، والتاني اسمه اسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينه. يا دي اسماعيل ياسين هيهاجموني تاني ابو السعود. يهاجموك، مش ده المهم. المهم يا اسماعيل انك تفضل ناجح، والاهم ان جمهورك يزيد،
والأهم والأهم إنك تحافظ على نجاحك وعلى جمهورك. حاضر حاضر، ده أكيد بابا. أهلا أهلا أهلا، معلش يا فوزية نسيت المفتاح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا سيدي؟ ازيك؟ وحشت بابا. فين البوسة؟ ايوه كده ياسين، بس اللي وحشك وام ياسين؟ لا ازاي بقى، اكيد وحشتيني، ده انا كل دقيقه بفكر فيه. ايه ده، هو في حد هنا؟ مظبوط، في ضيوف. يعني مين؟ المخرج فاطين عبد الوهاب ومعاه صحفي اسمه جليل البنداري. غريبه، ودول ايه اللي جابهم؟ بقالهم ساعه مستنيينك. طيب خلي بالك من ياسين، وخد السيناريوهات دي خليها معاك عشان بتتنسي. اهلا 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 اهلا، الاستاذ فاطين عبد الوهاب بحاله عندنا هنا في بيتي. شكر قوي يا اسماعيل. اعرفك، الاستاذ جليل البنداري كاتب وصحف في الاخبار. يا سلام، طبعا اشهر من نار على العالم. تشرفنا يا استاذ جليل. تشرف لينا يا استاذ اسماعيل. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. الاستاذ جليل كاتب سيناريو فيلم عجبني وهو اللي مرشحك فيه. اه، ومرشحني بقى ان شاء الله يا استاذ جليل في دور بطل ولا سنيد؟ سنيد؟ سنيد ايه؟ بطل، بطل ونص كمان. اه، اذا كان بطل ونص يبقى حلو قوي. ومين البطل اللي قدامي؟ انت البطلة. انا البطلة؟ يا استاذ انتوا جايين بيت اسماعيل ياسين ولا فاتن حمام؟ الفيلم اسمه الانسة حنفي، وانت الانسة حنفي، يبقى معنى كلام فطين انك انت البطل والبطلة في نفس الوقت. الانسة حنفي. والله اسم حلو، وممكن فعلا يجذب الناس ويلفت النظر ليه جدا. الموضوع جديد يا اسماعيل ومضحك جدا، واعتقد انه هو هيعمل قنبلة في سوق السينما. وانا بقى همثل في الفيلم ده دور واحدة ست. راجل وتحول لست، وشوف انت بقى المواقف الفكاهية اللي ممكن تطلع من موضوع زي ده. اه والله يطلع منه مواقف كتير. طيب خلاص انا هقرا السيناريو. اسماعيل انا عايز الرد بكره. بكره؟ واضح يا استاذ ان انتم مستعجلين قوي عشان تشوفوني واحده ست. الفيلم كسر الدنيا والإيرادات فاقت كل التوقعات. من النهاردة يا إسماعيل لازم تخطط لنفسك. أخطط لنفسي إزاي يعني؟ يعني بعد الفيلم ده والنجاح الكبير ده لازم تتعامل مع المنتجين والمخرجين بصفتك نجم سينمائي كبير، ليه شروط وطلبات. شروط إيه وطلبات يا فوزية؟ أنا طول عمري شغال من غير لا شروط ولا طلبات. يا سلام، يعني أنت هتسيبهم يكسبوا من وراك ألوفات وأنت واقف تتفرج عليهم؟ وأنا مش واقف أتفرج عليهم ولا حاجة، ما أنا الحمد لله ربنا كرمني وباخد في الفيلم 1500 جنيه. ده رضا قوي. ما قلناش حاجة، رضا قوي. بس أنت برضو تستاهل أكتر من كده. إسماعيل من النهاردة أنت أجرك في الفيلم 2500 جنيه. إيه؟ 2500 جنيه؟ والمنتجين هيوافقوا على الكلام ده؟ هيوافقوا طبعا، لأنهم بيكسبوا من وراك قد اللي بيدهولك 20 مرة. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، علي وجدي الاسيسير جايب لحضرتك التسع أفلام دول. تسع أفلام؟ مش قلتلك حطيهم يا مرمضان واديله دول وقولي له متشكرين. ربنا يزيدك كمان وكمان يا أستاذ، ويبقوا إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، بدل تسع أفلام 90 فيلم. تسع أفلام، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. Thank you.
اقرا الافلام كويس يا اسماعيل، اللي يعجبك تقبله واللي ما يعجبكش ترفضه. موافق يا سين؟ موافق يا بابا. الو، يا استاذ بديع. ده بديع خير. يا استاذ، الله يسلمك. الحمد لله كله تمام يا استاذ. حاضر. لا حاضر، حاضر اقابل حضرتك في نفس المكان. ماشي يا استاذ، مع السلامه. مع السلامه. على فكره يا اسماعيل، انا شفت حته ارض فاضيه في الزمالك للبيع، موقعها تحفه. ونعمل ايه بالارض الفاضيه دي؟ تشتريها يا حبيبي عشان تبني عليها عمارة إسماعيل ياسين، زي ما في عمارة أنور وجدي وعمارة فريد الأطرش، لازم كمان يبقى في عمارة إسماعيل ياسين. عمارة إسماعيل ياسين. معقولة الكلام ده؟ عمارة إسماعيل ياسين يا فوزية؟ ده حقك يا حبيبي، وحقي وحق ابننا ياسين. انت تستاهل قد كده 100 مرة، ربنا يخليك لينا. هيا يا اسماعيل. يا استاذ معقولة؟ يعني هنعمل فيلم عن مسرحيات نجيب الريحاني تاني؟ ما احنا عملنا الحكاية دي قبل كده وما نجحتش يعني. اسماعيل دول أحلى ممثل الريحاني، الستات ما يعرفوش يكذبوا ومحدش واخد منها حاجة وكذبة إبريل. شوف يا اسماعيل، المنتج والموزع مصممين إنك تقوم ببطولة التلات أفلام. ها قلت ايه يا اسماعيل؟ يا استاذ بديع، انا اقول لحضرتك حاجه، يعني الشخصيه اللي كان بيمثلها نجيب الريحاني لازقه في نجيب الريحاني، ما ينفعش اي فنان يمثلها الا هو الله يرحمه يعني، الا بقى اذا كان حد هيقلد نجيب الريحاني، وده طبعا بيبقى غير الاصل. بقول لك ايه يا اسماعيل، احنا هندفع في الفيلم 3000 جنيه. قلت ايه؟ 3000 جنيه في 3 افلام، يعني 9000 جنيه. الله يرحمه نجيب الريحاني وزميل برضه نقلده، فين العقل؟ ايه رايك في الارض يا اسماعيل؟ هي حلوه وبرحه وشرحه، بس يعني تمنها غالي قوي. انت لسه ماضي 9 افلام غير 3 افلام للريحاني، يعني معانا مبلغ محترم. يلا بقى امضي عقد الارض. يا فوزيه الكلام ده يتقال كده يعني؟ ايه رايك يا ياسين، امضي ولا ما امضيش؟ امضي يا بابا. خلاص مدام ياسين قال امضي، ادي يا سيدي امضيتي. ماشي، وادي امضيتي. بالليل بقى ان شاء الله تعدي عليا تاخد الشيك. الف مبروك يا استاذ اسماعيل. وامتى بقى نبتدي بنا العماره ان شاء الله؟ لا ده على مهلنا بقى حكايه بنا العماره، اهم حاجه الحمد لله ان الارض بقت معانا. مستنيه ايه يا ام رمضان؟ ما تسمعينا زغروطه حلوه تسمع الزمالك كلها. حاج زغلول، دق اليافطة على بركة الله. جاهزة يا ست هانم. ده انتم مجهزين كل حاجة بقى. قريبا عمارة اسماعيل ياسين، بس ما قلتوش يعني هتبقى في سينما ايه؟ وسوف يقام الليلة حفل فني ساهر كبير بحديقة الأندلس، يحييه نخبة من نجوم الطرب والموسيقى احتفالا بهذه المناسبة الكبرى، جلاء القوات الإنجليزية عن مصر. وسوف يحضر الحفل جميع رجال الثورة، وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب، والسادة جمال عبد الناصر وأنور السادات وصلاح سالم وكمال الدين حسين ووجيه أباظة وغيرهم من كبار رجال الدولة. انت متابع الراديو من الصبح، هو في ايه؟ انا مش مصدق، مش مصدق ان الانجليز اخير خرجوا من مصر. هنا دار الاذاعه المصريه، ولم تتوقف مشاركه كل فنانين وشعراء مصر في المشاركه في الاحتفال بهذا اليوم العظيم. الجلاء، الكل يبارك، الكل يغني، الكل يلقي بقصيده او حتى بيت شعر، انها الفرحه الكبرى. والان يلقي الأستاذ أبو السعود الإبياري زجلاً بعنوان مبروك يا شعب النيل. أحرزت يا جيش الوطن أقوى انتصار، لما الجلاء تم النهاردة بهمتك، مين ينكر الشمس اللي طلعة في النهار غير الحسود اللي انكمد من ثورتك؟
توجت وادي النيل بتاج الافتخار. اكملنا عزة مصر هي عزتك. يحيا رجال الثورة حراس الديار. مبروك مبروك يا شعب النيل، كسبت قضيتك. ثانية واحدة يا فندم، الأستاذ طاهر أبو فاشا على التليفون. طاهر أبو فاشا يبقى الإذاعة. ألو، يا أستاذ طاهر، الله يسلمك. طبعا يا استاذ، اغني معاكوا للصبح يا استاذ وانا فيك الساعه. طبعا طبعا، ماشي يا استاذ، ماشي، مع السلامه. هتغني فين يا اسماعيل؟ هغني يا ست النهارده في حفله الجلاء في حديقه الاندلس. هتغني مونولوجات؟ امال يعني هغني لعبد الوهاب؟ بس انت اعتزلت المونولوج بقالك سنه. انا اعتزلت المونولوج واعتزلت الغنى في الحفلات وما شابه ذلك، إلا في حالة واحدة بس، أي عيد وطني. والنهاردة مصر كلها تغني للجلاء، يبقى مصر بتغني وأنا قاعد بسمعها. 20 مليون وزيادة كانوا عايشين هنا أموال، علشان حضرات السادة البهوات والبشوات. 20 مليون وزيادة. كان الفلاح جريه مش كحلك للي عايش مرتاح، وابو كرش كبير داير بنكير في اوروبا عامل سواح، وفي اكسي لبان وعلى النسوان وعلى الكون كان في دوفيل وفكان. اصرف قاع ما في الجيب ياتيك يا ابني ما في الغيب. اصرف قاع ما في الجيب. نجاحك في حفلة الجلاء امبارح كان شيء مذهل يا اسماعيل. الحمد لله، ياه، أول مرة أغني قدام جمهور بالشكل ده. غنيت لهم 17 مونولوج وكل شوية هيقولوا لي قاعد قاعد، مش عايزين نخلص أبدا. هي دي مكانتك النهاردة في قلوب الناس يا أستاذ، الناس بتعشقك. عارف يا أبو السعود، أنا نفسي أغني للجمهور كل يوم، يبقى وش في وشهم كده. لما بيبقى وش في وشهم بحس بسعادة غريبة، نفسي أسعد كل الجمهور يا أبو السعود. ما هو عشان تعرف تسعد الجمهور كل يوم يا اسماعيل، مش هينفع برضو تعمل حفلة غنائية كل يوم. أمال إيه الحل يا أبو السعود؟ المسرح، المسرح اللي بنعشقه أنا وإنت يا اسماعيل. نفسي أعرف إحنا هنطلع اسكندرية فجأة كده. عشان يا ستي تزوري ابوك الحاج عبده. ما انا لسه شايفاه الاسبوع اللي فات. وفي برضه حاجه تانية. ايه هي بقى الحاجه التانيه؟ عشان تشوف العماره اللي خدتلك شقه انت وياسين فيها في اسكندريه على البحر. شقه على البحر يا اسماعيل؟ كان حلم من احلام ان يكون عندي شقه في اسكندريه على البحر، وخدتها في سبور. ايه رايكم بقى في شقتكم الجديد؟ بتاخد راينا؟ دي تجنن يا اسماعيل. مبروك عليكم يا فوزية. جميله وشرحه وعلى البحر. اهم حاجه انها على البحر. عارفه فوزية، انا بحب البحر ده زي نفسي بالظبط. ها يا سي، مبسوط بالشقه؟ طب انت يا حبيبي جايبنا في الشقه وهي ما فيهاش حتى كرسي، امال هنقعد ازاي ولا هننام ازاي؟ اهو يا ست، خدي معاك الفلوس اهي كلها، روحي بقى اشتري عفش واشتري مطبخ واشتري نغف، يعني بصي اصرفي زي ما انت عايزه يا فوزيه، بس اهم حاجه تشتري لي راديو، انت عارفه الراديو ده اهم صاحب ليا. بس الفرش ده يا حبيبي هياخد على الاقل اسبوع، هننام فين؟
لا ما انا عامل حسابي برضه هننام في اكبر فندق موجود في اسكندريه هنا. حبيبي انت مش كنت بتحكي لي عن البنسيون اللي انت كنت بتنام فيه ايام البنك؟ بنسيون ميري هي وسلامه، ده اجمل مكان نمت فيه في حياتي. انا بقى نفسي اروح البنسيون ده، عاوز اشوفه. بس خلي بالك انا لو رحت البنسيون ده فوزيه مش هروح الفندق. ليه؟ لانه عزيز على قلبي قوي، هو واصحابه. مش بقول لك اجمل مكان نمت فيه؟ ولا ليك وحشه يا استاذ اسماعيل، ليك مده ما شفناكش. معلش غصب عني بقى سلام، انت عارف بقى الدنيا ومشاغل الدنيا وتعب الدنيا، حقك عليا سلام. اوه صاف ماسيا، المدام بتاع اللي انت خلوه كتير اسماعيل. ميرسي يا مدام ميري، انت اللي احلى. والابن بتاع الانتو اسمها ايه؟ اسمها ياسين ان شاء الله. ياسين ربنا يخليهولك وتفرح بيه يا استاذ اسماعيل. جراه سلام، انت كل شويه تقول له يا استاذ اسماعيل يا استاذ اسماعيل، ما انت على طول يا عم كنت بتقول له يا اسماعيل، خليها اسماعيل والنبي. عيب يا استاذ، ده انت بقيت استاذ رسمي. كده يا اسماعيل، انتوا النخارته تناموا انت هنا في بنسيون. بس فوزيه يعني. فوزيه مالها؟ انا هبات هنا. يا الف مرحب بيك يا مدام فوزيه، ده انت تنوري البنسيون وتزيديه شرف. خلاص يا فوزيه، ما دام انت عايزه تبيتي الليله دي، الليله دي نبيت هنا في البنسيون، ومن بكره نشوف اوتيل يبقى قريب من الشقه لغايه ما نخلص فرشاه. لا انا حبيت عمي سلامه ومدام ميري، انا هقضي الاسبوع هنا لحد ما نخلص فرش الشقه. طب وياسين برضه هيقعد معانا هنا؟ ايوه هيقعد معايا. موافق ياسين؟ موافق يا بابا. ماشي خلاص زي ما تشوفوا. ايه رايكم بقى نروح ناكل كباب وكفته؟ ياسين بيحب الكباب قوي. انت مش كنت بتحكي لي عن مطعم علي قدح اللي كنت بتاكل فيه؟ هرسوح، اوعى تكون فوزيه عايزه تاكل في مطعم علي قدح. ايوه اشمعنى انت كنت بتاكل منه؟ هو انا كنت باكل من عنده بخاطري، انا كنت باكل غصب عني. هو مطعم علي قدح لسه فاتح ولا البلديه قفلته؟ طبعا فاتح. فاتح؟ طيب ما بلاش يا فوزي. لا انا عاوزه اجرب اكل من عند علي قدح، ايه رايك بقى؟ هتندم يا فوزي. اجرب. طب بس انا لا يمكن اسيب ياسين ياكل من عند علي قدح ابدا. انت مش متعود تسال ياسين؟ خلاص اساله. تاكل من عند مطعم عمك علي قدح؟ موافق يا بابا. ايه رايكم في الاكل؟ بلاش رأي أنا، إيه رأيك يا فوزية؟ حلوة بس السمنة قديمة شوية. هي السمنة بس اللي قديمة؟ دي السمنة قديمة والرز قديم واللحمة قديمة، حتى العيش أنا حاسس إن بقاله سنة عنده هنا. أو 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 جراية يا عم إسماعيل، أنت بتعدي عليك اليوم وترجع وبرضه تيجي تتريق على أكل يا عم. يا سيدي سيبه يتريق، ما هو في الآخر بيجي أكل عندك أنت. الحمد لله أنا شبعت. وانا كمان شبعت. وانت يا سيدي؟ اطلب لي الدكتور يا بابا. ايه رايك يا فوزيه نشوف النهارده مسرحيه؟ مسرحيه ايه يا اسماعيل؟ خد اهي. دي مسرحيه الستات ما يعرفوش يكذبوا، مش دي اللي انت هتصورها فيلم؟ ايوه هي دي. خلاص يبقى فرصه بقى ان احنا نشوفها عشان لما تعمل الفيلم ما تبقاش بنفس شكل المسرحيه. الله ينور عليك يا فوزيه، وكويس قوي ان انت تتفرجي معايا على المسرحيه وتقولي لي رايك. مش جاي لك نوم ليه يا اسماعيل؟ المسرح هيجننا يا فوزي. مسرح ايه؟ النهارده واحنا بنتفرج على فرقه الريحاني والممثلين واقفين على المسرح والجمهور عمال بيضحك معاهم وبيسقف لهم، وحشني قوي الوقفه على المسرح. نفسك تمثل مسرحيه؟ نفسي قوي. طب ما تروح تقابل بديع خيري، انت لو قلت له انك نفسك تمثل عنده على المسرح هيمضي معاك فورا، روح قابله بكره.
يا فوزية ما ينفعش امثل روايات الريحان، هبقى ساعتها بقلد الريحان، يعني عايز ابقى اسماعيل ياسين. عندك حق، يبقى حلها انك تشوف لك منتج ينتج لك مسرحية تقوم ببطولتها. هو في منتجين دلوقتي يا فوزية؟ ما على يدك، ما فيش غير فرقة الريحاني والفرقة القومية، ودي بتقدم مسرحيات يوسف وهبي، وفرقة المسرح الحر، ودول كلهم شباب. طب والحل؟ ابو السعود الابياري. مش فاهمة. كان عرض علي اكتر من مرة قبل كده ان انا وهو يعني نعمل مع بعضينا فرقة، هو يألف وانا مثل. يعني هتنتج المسرحية بنفسك؟ انا وابو السعود الابياري، ما انتجش ليه؟ بس دي مسألة مش سهلة يا اسماعيل. اما انا عارف انها مش سهلة، بس ابو السعود عنده خبرة كبيرة قوي، كان بيدير الكازينو بتاع بديعة ما صابني، ومشينا كلنا على العجين ما لخبطوش. جرب مسرحية وشوف. مسرحية يا فوزية، انا طموحي اكبر من كده. انا طموحي اني يبقى عندي فرقه كبيره، فرقه ثابته، زي فرقه نجيب الريحاني. زي فرقه الريحاني؟ اه، نجيب الريحاني وعلي الكسار وجورج ابيض ويوسف وهبي وكل الفطاحل العظام بتوع المسرح دول. بس دي حاجه خطيره قوي يا اسماعيل. هي خطيره وجميله في نفس الوقت. تخيلي كده مسرح وفرقه اسماعيل ياسين. طبعا عارف ده لو اتحقق هتبقى خطوة كبيرة قوي في حياتك يا اسماعيل. آه، وأنا وأبو السعود الإبياري نعمل ثنائي فني زي الثنائي بتاع بديع خيري ونجيب الريحان الله يرحمه. أنا وأنت بس يا أبو السعود اللي نبقى شركة في الفرقة، مش عايزين حد تالت معانا. ماشي، بس الفرقة اللي أنت نفسك فيها لازم تكون إنتاجياً على مستوى كبير قوي، لازم تكون أحسن فرقة مسرحية في مصر كلها. وماله، ما هو ده اللي انا عايزه يا ابو السعود. احنا عايزين نجيب مسرح فخم قوي ونعمل دعايه ضخمه ونجيب احسن ممثلين واكبر ممثلين موجودين في مصر. احنا عايزين مسرح يستمر سنين، مش سنه ولا اتنين. سنين وماله، يا ريت. بس عارف يا اسماعيل، انك تشتغل كل ليله على خشبه المسرح ده معناه ايه؟ معناه ان عدد الافلام اللي بتعملها للسينما هيقل. اه وماله، أنا بعمل دلوقتي 15 فيلم في السنة، لما يبقوا 7 أفلام ولا 8 أفلام ولا حتى 5 أفلام، بس كل يوم أقف على خشبة المسرح ما جراش حاجة. خلاص يا سيدي، أنا عاجبني حماسك ده قوي، ومن جهتي أنا موافق جدا. خلاص يا أبو السعود، شوف لنا مسرحيتين تلاتة كده حلوين من مسرحياتك، مش اللي هي نص لبة. ها؟ نص لبة؟ أنا عمري كتبت لك حاجة نص لبة يا إسماعيل. بس قبل المسرحيات يا أستاذ، فين المسرح؟ لو سمحت، والله احنا عندنا ميعاد مع الأستاذ موسى صبري دلوقتي. هو منتظركم من بدري، اتفضلوا. ماشي، اتفضل. يا اهلا، ايه ده؟ ايه النور ده كله؟ اخيرا شرفتنا يا استاذ. والله الاستاذ ابو السعود هو اللي شار علينا بالزياره دي لحضرتك. يعني اتفضل اسماعيل. اتفضل ابو السعود، اتفضل. استاذ ابو السعود، فهمني في التليفون فكره الفرقه المسرحيه الجديده اللي انتوا هتعملوها. بصراحه مشروع مهم جدا، والمسرح المصري محتاجه. بس المشكله انه مفيش مسارح، واحنا يا استاذ موسى في الحقيقه في امس الحاجه لمسرح دائم نعرض عليه، مش مسرح ناجره ونعرض عليه موسم وبعد كده نفضل ندور على مسرح غيره عشان نعرض الموسم اللي وراه. اه، وعشان كده يعني يا استاذ موسى احنا جينا لحضرتك النهارده. احنا طبعا عارفين علاقاتك برجال الثوره وبالوزراء، وانت الوحيد اللي ممكن تساعدنا. انا انصحكم بشخص واحد بس ممكن تقابلوه، هو برضه من رجال الثوره بس بيعشق الفن يا اسماعيل. هو مين ده يا استاذ موسى؟ وجيه اباظة، وانا كمان ممكن اكلمه. خلاص، حلو قوي، حدد لنا ميعاد معاه ونروح نقابله. لا، قبل الميعاد لازم نعمل بروباجندا كبيره لمشروع انشاء الفرقه، لازم الناس والحكومه يحسوا باهميه المشروع اللي انتوا بتعملوه. ايوه مجدي، في العهد الجديد نزل منشط بالبنت العريض، اسماعيل ياسين وابو السعود الابياري يؤلفان فرقه مسرحيه جديده. الفرقه تعيد للمسرح الكوميدي امجاده وقوته. هي سينما ميام الصيفي حلو، بس دي من غير سقف يا خواجه.
دي من غير حاجه خالص، يا دوبك الكراسي. حبيبي هي ده نظام اي سينما صيفي، وانا علشان عيون مستر وجيء ابازا انا وافقت اجرها لكم في الشتاء بس. يا نهار اسود، تاجر لنا سينما صيفي من غير سقف في الشتاء وبس كمان؟ ايوه حبيبي، انا بالصيف عملت عروض سينما افلام. مفهوم مفهوم يا خواجة، على بركة الله يا خواجة بينكم، انا موافق. موافق على ايه يا ابو السعود؟ هنأجر سينما صيفي في الشتاء؟ ده الجمهور يموت من البرد، ده انا نفسي لو كملت اسبوع على المسرح ابقى جادع. خلاص بقى يا اسماعيل، احنا هنأجرها ونعمل لها سقف. انا اعرف مهندس ايطالي شاطر كتير، عمل سقف ثلاثة سينما زي كده، في الشتاء يقفل سقف، في الصيف يفتح سقف. في الشتاء نقفل سقف نفتح مسرح، في الصيف نفتح سقف نقفل مسرح. هو ده اللي في دماغي بالظبط يا اسماعيل. استنى بس يا ابو السعود، طب يا خواجه المهندس الطلياني ده بقى هياخد كام في افتح سقف اقفل سقف دي؟ 10,000 جنيه. يا لهوتي، 10,000 جنيه؟ لا ده كتير قوي يا خواجه. ما هو انا هقعد مع المهندس الايطالي واتفاهم معاه يا اسماعيل، واحنا هندفع لك ايجار شهري كام يا خواجه سوري؟ 450 جنيه في الشهر. يا عمتي 450 جنيه في الشهر؟ لا ده كتير قوي يا خواجه. خبيب يعني بأجر سينما مش مخل صغير. ده بديع خيري اللي هو بديع خيري ما أجر مسرح الريحاني ب 250 جنيه في السنة مش في الشهر. يلا بينا يا أبو السعود. أصبر يا إسماعيل أصبر، كل مشكلة وليها عند الكريم حلال. أنا هقعد مع الخواجة سولي بيانكو ونتفاهم سوا وحنوصل لاتفاق إن شاء الله. ده يبقى جنون يا ابو السعود لو وافق. اديك قعدت مع المهندس الايطالي وبدل ما كنا فاكرين انه هيطلب 10,000 جنيه طلب 15,000. ده غير سولي بيانكو طالب 450 جنيه في الشهر ما يقلوش ملي معنا. تمام تمام، يبقى الحل ان احنا قصاد التكلفه الكبيره دي ننزل بفرقه كبيره قوي نجيب فيها كل نجوم السينما اللي نقدر نجيبهم. زي مين يعني؟ كل نجوم الكوميديا، حسن فايق، استيفان رستي، عبد الفتاح القصري، عائلة راتب، زينات صدقي، ونجيب كمان تحية كاريوكا ومحمود المليجي ولولا صدقي وشكر سرحان وتوفيق الدقن وغيرهم وغيرهم. كل دول هيجوا في مسرحية واحدة؟ ونجيب كمان مخرج كبير يخرج لنا الروايات بتاعتنا. ومخرج واحد بس ليه؟ نجيب ثلاث أربع مخرجين كبار. لو كل النجوم دول جم الميزانية هتبقى رهيبة يا أستاذ أبو السعود. طبعا عندك حق، بس الميزانية هتبقى كبيرة ونظير ده إن شاء الله الإقبال هيبقى كبير، وده معناه إن الإيرادات هتبقى كبيرة تغطي تكاليف المسرح وأجور النجوم اللي معانا. أبو السعود بس أنا يعني كان في دماغي إن الميزانية ما تزيدش عن 10,000 جنيه. والحقيقة في الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي هتبقى 30,000 جنيه على الأقل، أنا النص وأنت النص. أستاذ أبو السعود حضرتك جريء جدا. بصوا بقى يا جماعة، ما هو إحنا نعمل مسرح نقلب بيه الدنيا يا ما نعملش خالص. ها قلت إيه يا إسماعيل؟ والله ما عارف أقول لك إيه يا أبو السعود، يعني أنت إيه رأيك يا سيه؟ موافق؟ موافق يا بابا. الأستاذ علي المحامي موجود والله؟ حضرتك أستاذ إسماعيل ياسين؟ ايوه يا سيد انا هو اسماعيل ياسين امال شبهه. اهلا وسهلا بيك يا فنان كبير، يا الف مرحب. اهلا بيك، في ميعاد بيني وبين الاستاذ علي عشان اقابله، هو موجود؟ موجود يا فندم، اتفضل سعادتك اوريك السكه. لا توريني السكه، ايه السكه انا عارفها. يلا ابو السعود. بقول لك يا اسماعيل، هو ده المحامي اللي انت كنت شغال عنده باش كاتب؟ ايوه يا سيد. عشان كده حافظ السكه. طول عمرك فاطين يا ابو السعود. لا لا ابو السعود بس. انا مش مصدق. اهلا اهلا اسماعيل ياسين بحاله في مكتبي. اهلا وسهلا. الله يخليك. ازيك يا استاذ علي؟ الحمد لله. ازيك اسماعيل؟ اقدم لك الاستاذ ابو السعود الابياري الشاعر والمؤلف الكبير. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلوا استريحوا. اتفضلوا. اتفضل يا ابو السعود. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ علي؟ والله المكتب ده وحشني. يا كنت شغال هنا يا ابو السعود. امال ايه
شغال مع الاستاذ علي نوف في المكتب، بكتب له ايه المرافعات والمداولات وبيقبضني كل شهر، حتى بالاماره اخر شهر كان فاضل لي فيه 2 جنيه. انت لسه فاكر يا اسماعيل؟ ومع ذلك يا سيدي اتفضل اتفضل اهو ادي ال2 جنيه. ايوه انا ما احبش حد ياخد حق ابدا. تخطب بجد؟ لا ده انت تخوف يا اسماعيل. معقوله لسه فاكر لغايه دلوقتي ان ليك 2 جنيه عند الاستاذ علي؟ طبعا فاكر، انا ما سيبش حق ابدا. وفاكر يا اسماعيل لما خدتك كازن وبديعه وسهرت الاول ليله في حياتك واخر الليل خدوك على الكراكون؟ ودي تتنسي ابدا؟ طبعا فاكر. واضح ان الاستاذ علي ليه معاك حواديت كتيره قوي يا اسماعيل. امال ايه؟ حواديت وحكايات وصوالات وجوالات. بس اقول لك للامانه، لولا الاستاذ علي ما كانش زماني دلوقتي بقيت اسماعيل ياسين. ازاي بس يا استاذ؟ طبعا يا استاذ علي، لولا حضرتك جبتني من السويس ونزلتني مصر عشان اقول لك نكت واقعد عندك واضحكك، كان زماني دلوقتي مرمي في السويس. الله اعلم كنت بشتغل ايه دلوقتي. يعني الاستاذ علي هو السبب المباشر ان الاقي الشخص المناسب اللي احب اكتب له روايات وتنتهي علاقتنا بان احنا هنكون شركاء ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الاستاذ علي ده ليه افضل كتيره قوي علي. المهم. ايوه المهم يا اسماعيل، انت اتصلت بيا وقلت لي عايز تقابلني على وجه السرعه. خير؟ خير ان شاء الله يا استاذ علي. انا والاستاذ ابو السعود بنعمل فرقه مسرحيه، شركه بيني وبينه، ومحتاجين محامي ضليع زي سيادتك عشان يكتب لنا عقد الشركه ويبقى المحامي بتاعه. وطبعا سيادتك يعني نقدر نلجأ لك في اي مشوره. ده شرف كبير ليا ولمكتبي. كل اللي عندي هنا هيكونوا في خدمتكم، وان شاء الله انا كمان هكون في خدمتكم في اي حاجه تخص شركتكم الجديده. مش هتنام يا اسماعيل؟ لا، اما اخلص قرايه الروايه دي. ابو السعود لحق يكتب لك مسرحيه؟ ابو السعود ده شغال بموتور، ممكن كل يوم يكتب روايه جديده. حلوه المسرحيه؟ حلوه قوي. اسمها ايه؟ اسمها يا ستي حبيبي كوكو. كوكو؟ ومين كوكو ده؟ أنا يا ست كوكو. مسميك في المسرحية كوكو؟ أبو السعود الإبيار ياما سماني أسامي حاجة. طب يا حبيبي تعالى اتعشى مع ياسين وبعدين نام. مش عارف يا فوزية، قلقان. قلقان من إيه يا حبيبي؟ قلقان من التجربة اللي أنا داخل عليها والعقد اللي أنا همضيه بكرة، وحاسس ان انا عليا مسؤوليه كبيره قوي يا فوزيه. هي طبعا مسؤوليه كبيره، فرقه باسمك وهتقدم مسرحيات هيتفرج عليها جمهور مصر والعالم العربي بحاله. ايوه ادعي لي يا فوزيه، ادعي لي. ربنا معاك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل اقرا يا استاذ علي. اهم بنود العقد، اسماعيل ياسين البطل ولا يمثل في أي فرقة مسرحية أخرى، وأبو السعود الإبياري المؤلف ولا يؤلف في أي فرقة مسرحية أخرى، رأس المال مناصفة والأرباح والخسارة مناصفة. ما بلاش حكاية الخسارة دي يا أستاذ. طريقة كتابة الإعلانات، فرقة إسماعيل ياسين إدارة أبو السعود الإبياري تقدم. نقول مبروك؟ مبروك إن شاء مبروك. الله مبروك. مبروك أبو السعود. مبروك يا إسماعيل. ايوه يا استاذ ابو السعود، صدقني لسه ما خرجش من الحمام، اطمن هو ما حصلوش حاجه. بس هي دي عادته لما يكون مرعوب من حاجه يستخبى في الحمام زي الاطفال. حاضر حاضر يا استاذ ابو السعود، انا هتصرف، هبقى اطمنك عليه. مع الف سلامه.
انا هعرف ازاي اخرجك من الحمام يا اسماعيل. طلعي لي يا ست هانم من الحمام، ما تسيبيه على راحته، عاوزينه في المسرح ضروري. يلا انت بقى، الليله دي ليله فرحك، الليله دي الليله اللي فضلت تحلم بيها طول عمرك. خايف يا فوزي، خايف. خايف من ايه؟ هو انت اول مره تقف على المسرح؟ لا، بس الاول كنت ببقى مسؤول عن نفسي وبس، المره دي مسؤول عن نفسي وعن الجمهور وعن الفرقه اللي معايا. نفسي الجمهور يخرج من عندي مبسوط وانسيه همومه، نفسي اشاركهم في كل مشاكلهم. خايف يا فوزي، خايف. ما تخافش يا حبيبي، قول يا رب وربنا هيكون معاك. يا رب. استاذه تحيه، يلا يا استاذ احنا جاهزين. استاذ قصري، يلا يا استاذ. استاذه زينات، يلا يا استاذه. دي خامس مره تخبط عليا، حرام عليك، عايز اعيش في الدور، عايز اندمج، بوظت لي اعصابي. يا استاذه ده انت على المسرح تاكلي عشرة. الله اكبر في عينك، الله اكبر في عينك، احرسني وصلني من العين يا رب. الله اكبر، بقول لك سيبني اعيش في الدور بقى. استاذ محمود، يلا يا استاذ، يلا يلا يا استاذ شكري، يلا احنا جاهزين. يلا انا جاهز من غير ما تخبط، كل شويه خبط، كل شويه خبط، حاجه تجنن. استاذ اسماعيل احنا جاهزين يا استاذ. صدق الله العظيم. يا رب يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يا رب يا رب اكون عند حسن ظن الناس بيا. يا رب يا رب. يا رب. ما كفايه مكياج بقى يا اسماعيل، انت هتمثل ولا هتتجوز؟ ما انت عارف يا ابو السعود ان انا بحب اعمل مكياج بنفسي. طب يلا، الناس كلها مستنيين على خشبه المسرح، عايزين نقرا الفاتحه كلنا كده ونتوكل على الله. يلا يا اسماعيل، الساعه بقت 9 بالظبط. يلا يا سيدي، يلا يلا اتكلنا على الله. يلا. وبوكيه الورد ده كمان مين اللي بعته؟ ألف مبروك وبالتوفيق دائما زوجاتك فوزية. ربنا يخليكم لبعض يا اسماعيل. الله، صحيح هي ما حضرتش الافتتاح ليه؟ اتضح يا سيدي انها خايفة أكتر مني كمان. اتفضل يا فنان، كله جاهز. طيب اسمعنا أنت اسمعي وإحنا وراك على طول. مدام حضرتك قلقان عليه بالشكل ده، اطلبيه في التليفون وطمني. انا فعلا عاوزه اطمن. الو، مسرح ميامي، انا مدام اسماعيل ياسين، عايز اعرف ايه الاخبار. الدنيا دي متعبة جدا 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 جدا،
يا 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 آه من دنيا يا 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 أي يا آه آه من دنيا. وفي حفل قعدت أغني 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 لحد ما كل المعازيم ناموا. بعصيبة طويلة 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 أنا مالي مالية طويلة أطرد ضايق وقام. يا صاحب الحفلة يعصبني ويقول يا السلام كتر خيرك ده سهرهم كان حيغرمني كان مين حيطفشهم غيرك. ادي نص جنيه بقشيش قلت له تسلم وتعيش. اه يا اه من الدنيا يا 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 اه من الدنيا يا 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 اي يا يا اي يا اه من الدنيا. في ناس بتكسب ولا تتعبش في ناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. وارث وله كم ألف جنيه وده غير يا سيدي خمس عمارات يجي السلام فزم الله عليه يعشق لوحدة بنت صلاة. تعدت البيت والكباريه ولع سيجارتها بعشرة جنيه تضحك بعنيه وتكروت فيه